أعياد الميلاد لكريسمس. باعتقادي أنه نجحوا المسيحيين في إضافة الفرحة والإثارة والعديد من الإضافات إلى هذه الأعياد لجعلها أكثر متعة وأكثر فرحة. يعني موضوع الشجرة، موضوع سانتا اللي هو بابا نويل اللي بيجيب لهم هدايا، موضوع تبادل الهدايا، موضوع وضع الهدايا تحت الشجرة، عدة أشياء. بينما أعياد المسلمين خفت الفرحة وراحت تقريبا الإثارة، إلا للأطفال يعني، أما راحت الإثارة الفعلية وبطل فيها النكهة القديمة اللي كنا نستمتع فيها وننتظر العيد، وأصبحت ممكن للأطفال يعني، أما الكبار ما بيستمتعوا بالعيد، بيحسوا في مسؤولية أكثر منه متعة. فحان الأوان أنه إحنا نبتكر أشياء ونضيفها للعيد. فالفرح والسعادة من أهم مكونات الحياة،